ومن أبو ظبي ينضم إلينا الزميل سلطان البادي. سلطان، أعين وأنظار العالم تتجه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لمتابعة هذا الانتقال السياسي وأيضا آلية تنصيب الشيخ محمد بن زايد رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة. نعم روبير، والجدير بالذكر هو الانتقال السلس التاريخي الذي عاشته دولة الإمارات منذ تأسيسها. ففي ذكرى وفاة الشيخ زايد رحمه الله في عام 2004 شاهدنا الانتقال السلس إلى يعني ولي عهده الشيخ خليفة في عام 2004 في أقل من 24 ساعة، ويتكرر المشهد من جديد في هذه الأثناء بانتقال سريع وسلس للحكومة ولقيادة دولة الإمارات لولي العهد السابق الشيخ محمد بن زايد ليكون رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة في الوقت الحالي في هذا اليوم. وهناك يعني هناك احتفال شعبي، ولو كانت ملامح الحزن على الفقيد الراحل الشيخ خليفة بن زايد، ولكن هم يرون في الشيخ محمد بن زايد خير خلف لخير سلف، كما حتى وصفه الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في تغريداته التي أعلن من خلالها عن يعني اكتمال النصاب لاختيار الرئيس، وتم اختياره بالإجماع من المجلس الأعلى للاتحاد هنا في قصر المشرف بالعاصمة الإماراتية أبوظبي. وكانت برقية التهاني تتوافد في هذه الأثناء روبير على يعني اختيار الشيخ محمد بن زايد رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة، بدأت من سلطنة عمان من السلطان هيثم بن طارق الذي بعث ببرقية رسمية يهنئ فيها الشيخ محمد بن زايد على تقلده هذا المنصب يعني وقيادة دولة الإمارات. ومن المتوقع أن تشارك كذلك اليوم دول العالم التهاني للشيخ محمد بن زايد، كما ستتوافد العديد من قادة دول العالم، كما شاهدنا في الساعات الماضية بعض الإعلان من العديد من قادة دول العالم بأنهم سيأتون خلال هذا اليوم ويوم غد كذلك لتقديم التعازي في رحيل القائد الكبير الشيخ خليفة بن زايد. هو يعني خطوات كانت مرنة سهلة سلسة شاهدناها وتعايشنا معها، وكان حتى الشارع الإماراتي كله ثقة بأن الاختيار سيكون منصبا بشكل مرن وسلس، ويعني الكل يفرح اليوم بوجود قائد فذ مثل الشيخ محمد بن زايد بأن يقود المرحلة القادمة لدولة الإمارات العربية المتحدة كثالث قائد لهذا البلد منذ تأسيسه في أكثر من 50 عاما الآن. وتطلعات مستقبلية واعدة لهذا البلد الذي يبحث عن الريادة في كل تفاصيله وملامح حياته. فهناك احتفاء شعبي بهذا يعني التنصيب وبهذا الخبر الذي جاء قبل لحظات من الآن، وكذلك لا زالت مراسم العزاء مستمرة هنا. ومن المتوقع روبير أن يصل بعض القادة السياسيين مثل الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس المصري أن يصل في قرابة الساعة من الآن، ومن المتوقع أن يكون الرئيس التونسي قيس سعيد في طريقه إلى قصر المشرف ليقدم العزاء في المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد. طبعا سنواكب معك على مدار الساعة الزميل سلطان البادي، كنت معنا من أبو ظبي.